طبعا الأزمة ما قدرت أنها هي تنال من صمود الشعب السوري ومن إصراره على أنه مسيرة العلم هي المسيرة الحق اللي ممكن أنها هي تبني المجتمع، وبنفس الوقت ما قدرت أنها تحرف اهتمام الحكومة عن الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومنها فئة المكفوفين. جمعيتنا هدفها الأساسي دعم وتدريب وتأهيل النساء الكفيفات لدمجهم بالمجتمع. هلأ اليوم حفلنا نحن يعني تكريم للخريجات الجامعيات ولا طالبات الثانوية العامة. نحن أيضا نحاول أن نبرز إنتاج الكفيفات اليدوي، عرضنا بعض المنتجات إلى جانب هذه الفعالية حتى يطلع الناس على أن الكفيفة بمقدورها أن تكون كمثيلاتها من البصيرات. عم نتابع دائما نشاطات المكفوفين، دائما نجاحاتهم، لحتى يعني نعطيهم حافز أنه هنا يتقدموا للأمام. مو بس نحن أنه نعمل فعاليات احتفالات أو هيك، لا، الكفيف بحاجة لدعم كتير الحقيقة، دعم معنوي، دعم مادي، دعم حتى بالمجتمع، يعني حتى نظرة المجتمع. نحن لما بندعمه، لما بنفرجي المجتمع اللي هو فيه انه قديش عنده امكانيات هائلة الحقيقة. كان دورنا انه هو التنسيق والترتيب مع اعضاء مجلس الادارة والادارة لنطلع حفل يعني يكون كله مميز، يكون ذكرى محفورة باذهان الكل، المبصرين والكفيفين، نقدر نكون معهم بفرحهم بسرورهم بنتائجهم الحلوة اللي يمكن أحسن منا، أنهم عم يكونوا جبارين على حالهم بعلمهم. في ناس أخذوا شهادة وتنتين ما شاء الله حولهم، عندهم قوة بصيرة عالية أكثر منا بكتير. يمكن نحن نتمنى لهم كل خير وكل سعادة. نحن درسنا بمدرسة المكفوفين وبعدين كملنا بالجامعة، درست أنا علم اجتماع واليوم تكريم من قبل جمعية الوئام للمرأة الكفيفة، فشعور رائع كتير وبتحسي أنه فعلا أنه إنجاز وصلنا له بكل تعب وكل ظروف. يعني حلو العقبات تطلع ببوش الإنسان حتى يتقوي إرادته ويقدر يتغلب عليها وتقويها بحياته وتجعله إنسان ناجح. هل العقبات اللي وقفت بطريقنا هي اللي السبب اللي خلتنا نوصل لهالنجاح هذا؟ طبعا شعور النجاح غير شكل، يعني انه تكوني انسانه ناجحه، ناس عم تكرمك،